اتجه في يوم الأمس وفي الحقائق إلى زعبيل الشوط زعبيلي إلى محمد بن سعيد بن منان الكتبي، أهنيك على الهواء مباشرة في هذا اليوم كما فعل هذا الشعار دائما وأبدا في المحافل الداخلية والخارجية مع المتحدي من يتابعها في هذا اليوم وفي هذا الشوط. تهانينا والناموس تهانينا لمحمد بن سعيد بن منانة على فوز هزيج، وسلام يا هزيج، سلام سلام يا هزيج، سلام تختطف النقطة الرئيسية في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت فيه زيارة لراشد بن زيد بن علي بن ديلها للشيبه. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه أسيل لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل. المركز الرابع، المركز الخامس يتواجد الجليه لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشتان على خامس التحديات، ولكن اعود مع المركز الاول، اعود مع العابر، العابر بن منانة اعلن التحدي بهذه اللحظات لينطلق مع المركز الثاني ليرفع راية المنافسة. والعابر العابر العابر، الله يا هذا الشوط، انطلق مع الصدارة مرحب لسهيل بن محمد بن عويد بالحطم العامري ليذهب بأول أشواط القعدان، ليذهب إلى ناموس هذا الشوط، ليقلع إلى الناموس، إلى التتويج، إلى معانقة ناموس أول أشواط القعدان. سلام وتحية واحترام للعامري على فوز مرحب بالمركز الأول. ثاني المراكز وصل سياف لسالم بن سعيد بن منال في المركز الثالث، كان الوصول من قبل ثالث المراكز الجنيه لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشتان. المركز الرابع، الناموس ايضا قدوم ووصول من طرب خالد بن جابر بن مشلش بن عوجان الخيارين من يتواجد مع طرب على المركز الخامس، ولكن بنعود الى المتحدي، المتحدي مع الطايف، الطايف الطايف الطايف، طرب وصلت، وصلت طرب، وصلت طرب، الله طرب وهوايل، وهنا الطايف، الطايف مع المركز الاول، هوايل على المركز الثاني، طرب وصلت، وصلت طرب، خالد، خالد بن جابر بن مشلش الخيارين هنا مع طرب، يا سلام، طرب 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 طرب، هنا هنا تقدم الطرب وتقدم الناموس لمالكها. تهانينا والناموس لخالد بن جابر بن مشلش بن عوجان الهاجري على فوز طرب بالمركز الاول. المركز الثاني وصلت فيه الطايف لسالم بن سعيد بن منانة بن غدية الكتيبي. اما المركز الثالث فوصلت فيه هوايل عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري. في ذلك المراكز مع الطاير، ولكن مولع مولع مع ال 500 متر الاخيره، ولع الشوط، يا سلام يا سلام يا سلام، هنا مولع على الصداره، مولع مولع، بدا ينطلق لسير بن محمد بن عوضان بالحطم العامري، ولكن الطاير الطاير مع الامتار الاخيره، ولكن مولع مولع، ولع الشوط، ولع الناموس، ولع الانتصار، يا سلام مع ال 200 متر الاخيره، ينطلق مولع مولع، والنقطه الثانيه لهذا الشعار في هذا الصباح، هنا ينطلق مولع سهيل بن محمد بن عويضان العامري مع 100 متر الاخيره. تهانينا والناموس للاشقاء بدوله الامارات العربيه المتحده على فوز مولع بالمركز الاول والثاني لسهيل بن محمد بن عويضان بالحطم العامري على فوز مولع بالمركز الاول. المركز الثاني الطاير العبيد بن محمد بن جلال بن سالمين المري، بينما المركز الثالث كان الوصول من معاند لرياض بن عبد الله بن سالم بن خلبان القحطاني. محمد
بن سعيد بن علي الجربوعي المري على مقدمة الشوط. المركز الثاني الدوحة، وصلكم بن منانة، وصل المتحدي وعلى المركز بدا يتحدى المتحدي، وايضا هنا وصلت بن دباح، خالد بن ربيع بن عبد الله الرزق العجمي بن دباح. الله 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 الله، شوف التغيير، شوف التغيير. ومن الجانب الاخر تتحرك مشاهدينا الفاتنة، تتحرك الفاتنة. والنقطة الثانية مع المتحدي، مع ابناء زعبيل المميزين دائما وابدا يختطفون هذا الشوط الثالث للبكار. تهانينا والناموس لبن منانة على هذا الفوز، راشد بن سعيد بن منانة تهانينا على هذا الفوز وعلى احراز النقطة الثانية في صباح هذا اليوم. المركز الثاني بن دباح لخالد بن ربيع بن عبد الله الرزق العجمي، ما قصرت بن دباح. المركز الثالث النود لمحمد بن سعيد. مع المركز الثاني، المركز الثالث يتقدم لهذه اللحظات الفاتن متواجد مناور لصالح بن محمد بن عويضة العامري بعملية البحث عن الناموس. والمركز الرابع أتابع من الجانب الأيمن على رابع المراكز من تسلل إلى المركز الثاني بهذه اللحظات، وانطلق البحر لحمد بن راشد البريص المري وعاشق مسمى نجران، ينطلق مع المركز الثاني مع تقدم عز الجيش بتشاب صالح اليامي، ونعود مع الصدارة. الله يا مناور مع المركز الأول، مناور مع الصدارة، مناور وصالح بن محمد بن عويض العامري يقدم لنا شعاره مع المركز الأول. والنقطة الثالثة لصالح هذا الشعار المنطلق والفائز معنا في هذا الشوط، المركز الثاني عز الجيش لبتشاب صالح اليامي المركز الثالث. وصل مشاهدينا الكرام البحر لحمد بن راشد البريص المرمى. والمركز الثاني، ولكن الله يا هيبة 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 الناموس مع هيبة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل. هيبة 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 مع الناموس، هيبة تقترب من الناموس، هي المسيطرة، هي صاحبة الناموس. الله سلام يا هيبة، سلام سلام يا هيبة، سلام. نعم إنها هيبة، إنها هيبة بهذا الأداء الجميل، بهذا العرض المميز. هذه هيبة تحسم الشوط من صالحها، هذه هيبة. ولكن الله 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 يا سلام، رعود رعود رعود، هي صاحبة الناموس. تهانينا والناموس لمالكي رعود محمد بن سعيد بن منانة بن غدير الكتبي. المركز الثاني وصلت فيه، وصلت على المركز الثاني هيبة محمد بن راشد بن مبارك ابو سعيد الخيرين. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث كيف، عاطف بن عطية الغرشية. هذه اللحظات مع الأربعمائة متر الأخيرة، بندر بن محمد بن فهد الزمان الهاجري ونقدم في هذه الانطلاقة المميزة مع تواجد برزان على الصدارة. بندر بن محمد بن زمان المرسان الهاجري مع انطلاقة مرزان على المركز الاول، مع الانطلاق الاول، ولكن بن شفيع يحاول مع مطرب على المركز الثاني. عبد الله بن طالب بن شفيع المري يحاول مع الامتار الاخيره، ولكن يا سلام مطرب اللحظات الاخيره، مطرب يا سلام اللحظات الاخيره، بن زمان ولا بن شفيع، ولكن يا سلام. تهانينا والناموس لمالك مطرب عبد الله بن طالب بن محمد بن شفيع المري على فوز مطرب بالمركز الاول، بينما المركز الثاني كان الوصول من برزان لبندر بن محمد بن زمان الهاجري، بينما المركز الثالث ثالث المراكز الوصول من مرمي لحمد بن محمد بن طالب الصحاق المري، بينما المركز الرابع. يا سلام يا سلام، معيرة مع هالفوز مع هالمركز الأول، والسلام وين فازت معيرة؟
إلى الريان وأبناء الريان في صباح هذا اليوم. 400 متر وحسمت الأمور، حسمت الأمور. أيضا أرى تدخل من وقود لعبيد بن علي بن عبيد السناري، ولكن سيدة على المركز الثاني، وهنا معيرة على المركز الأول، معيرة على المركز الأول. حسمت الشوط، حسمتها يا أخوي. حزام بن محمد بن محسن آل بحيح حسم هذا الشوط. وقود قادمة وسيدة قادمة، ولكن معيرة اللحظات الأخيرة معيرة. هل الريان حسم الشوط؟ تهانينا. والناموس لمالك معيرة حزام بن زيد بن محمد آل بحيح على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصلت وقود لعبيد بن علي بن عبيد السناري. المركز الثالث وصلت فيه سيدة لمبارك بن سالم بن سالمين المري. ويواصل بإذن الله تعالى مسيرة هذا الشوط إن لم يكن هنالك رأي آخر من الأسماء القادمة. أول الغادمين شعار الخيارين مع ذياب المنطلق مع المركز الثاني ثالث بن محمد عبد الخيرين. المركز الثالث الغدوم من قبل ثالث المراكز هملول للسفر بن سفر بن تغيم الغرشي مع المركز الرابع. المركز الرابع وتابع شعار بن ديلة، غادم شعار بن ديلة بهذه اللحظات لينطلق مع مدهال عبد الهادي محمد بن راشد بن ديلة. مدهال ينطلق الى اول المراكز، يغير مجريات هذا الشوط ليذهب وينزل ويشد الرحال مع اول المراكز الثاني. والتبريكات لمالك مدهال عبد الهادي محمد بن راشد بن ديلة المركز الثاني. المركز الثاني وصل هملول لسفر بن سفر الغرشي. لكن انطلقت الشاهينية الى المركز الاول مع النجم الاول في هذا الشوط وفي هذا اليوم، ولكن عادت الظبي يوسولو على هذه المنافسة على هذه المعركة. هنا الشاهينية مع شعار بن صافية على المركز الأول. أبناء الأحمدية اليوم متواجدين وأيضا على المركز الأول. أعزائي المتابعين إلى الأحمدية هذا الشوط، إلى الأحمدية وسلام يا الشاهينية، سلام يا حسين، سلام يا الأحمدية، سلام. تتميز في هذا اليوم، وأذكر السادة المتابعين بأنها النقطة ثانية لها في هذا الموسم. تهانينا والناموس، ما ذاقت الهزيمة الشاهينية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، تهانينا لحسين بن محمد بن صافية على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني الظبي لحمد بن صالح بن حمد القمرة المركز الثالث. خطورة بانت من الجربوعي وشعاره من انطلق مع المركز الثاني. يا سلام، دهوم ودابان ودهوم، شعار بن حفيظ وشعار المركز الثاني. من يتواجد؟ شعار سالم بن محسن بن جابر الجربوعي. انطلق دهوم، انطلق مع المركز الثاني ليندفع ويداهم الصدارة بانطلاقته، ولكن دابان يا سلام. ثنائية جميلة، حوار ثنائي ما بين دابان ما بين دهوم، دهوم ودابان. ما زال دابان محافظ على الصدارة، ودهوم ينازع لأجل الناموس ولأجل التتويج. دابان ودهوم، ولكن دهوم من داهم ناموس هذا الشوط وانطلق مع الصدارة. نهني سالم بن محسن بن جابر الجربوع المري ثاني المراكز، دابان لسالم بن ناصر بن سالم الحفيظ المري مركز الثالث. وصل الشاهين لمحمد بن حمد المسير شهواني. حسين بن محمد بن صافية المري من يتواجد على المركز الثاني، النقطة الثانية، يبحث عن النقطة الثانية في هذا الصباح. يا سلام
سلام، يلا يا سريع، يلا يا سريع، ارى الهجوم، الهجوم من الخلف، الهجوم، يا سلام يا سلام، الله، الباسله مع المركز الاول، الباسله مسيطره، الباسله ولكن هناك محجوب عنا رقمها الثانيه، منك من الجانب الايمن، شعار الشهواني ما دعناه الا في هذه اللحظات، محجوب عنا رقمها، ولكن الباسله الله غيرت خيرة وعسى في الأمر خيرة، هذه خيرة من غيرت مجريات هذا الشوط، خيرة يا سلام في اللحظات الأخيرة، خيرة تهانينا لغانم بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني على هذا الناموس المستحق المركز الثاني. وصلت فيه الباسلة حسين بن محمد بن صافي البري المركز الثالث، وصلت على المركز الثالث مخايل متعب بن طالب بن محمد بن شفيع. يا سلام يا سلام، جميلة واللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، وتابع عن الاسم القادم، وصل على ثالث مركز، يتسلل، يا سلام يا سلام، هنا انطلاقة حرير لعبيد بالخميسة، الخيير قادم مع المركز الثاني، ولكن جميلة 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 مع 300 متر الأخيرة تنطلق جميلة مع هذا الأداء المميز، مع هذا التحدي الكبير، تهانينا والناموس لفهد بن محمد بن فهد الخيرين على فوز جميلة بهذا المركز المرموق، تهانينا. لحظات وصوله الى خط النهاية، معلن الفوز والناموس، هذا هو شعار صايد الرموز، يتواجد مع جميلة على المركز الاول، وسلام جميلة سلام. المركز الثاني كان الوصول حرير لعبيد بالخميس بالخليفة الخيالي، بينما المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام الذيبة لغانم بن عبد الهادي الشهواني، بينما المركز ابدا ابدا الجزيره ما ذاقت الهزيمه، وبدات الخطوره، بدات الخطوره، الله، مياسه 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 مياسه، الكريبي وصلت، مياسه وصلت، مياسه وصلت في المركز الثاني، عبيد بن خميس بن خليفه بن شلبوت الخيالي، يا سلام، ولابس عقاي، الله، توه غدا للركض ناموس عني، وراحت دوخه الراس، يهبني من مطلع كوس، ما دام عندي بنت مياس، وسلام يا مياسه سلام، سلام يا مياسه سلام، تهانينا لعبيد بن خميس بن خليفه بن شلبوت الخيالي على هذا الفوز المستحق، وبالفعل ما يسبق السبوق الا السبوق. المركز الثاني الجزيره، الجزيره لحمد بن محمد بن جرحب المري، احتلت المركز الثاني، المركز الثالث